اكيد طبعا. يعني هو ده قدر النادي الاهلي يا كابتن اسلام. أيوة. يعني قدر النادي الاهلي انت دايما بتلعب على البطولات، يعني دايما حريص ان كل بطوله بتدخلها عايز تكسبها، وهي دي رغبه جمهور النادي الاهلي، وهي ده خد بالك وهي ده التقدير الكبير جدا للنادي الاهلي. النهارده انت بتاخد بطوله السوبر، خلاص بعد يومين يا كابتن بعد يومين بكره اعتقد في ممكن يكون في تدريب خفيف السبت الحد في اسكندريه، مش هرجعوا بالظبط، هم مش هرجعوا هرجعوا تدريب خفيف الحد عندك معسكر خلاص. الاثنين بتبتدي بدايه الدوري العام، هو ده النادي الاهلي يا اسلام، ودي طبيعه الكره. خد بالك وطبيعه الانديه الكبيره كلها كده، صح، ان خلاص ما بتفرطش في الفرح، خلاص المكسب مش بينسيك ان انت عندك مهمه ثانيه ثقيله. بطوله الدوري مهمه ثقيله جدا، السنه اللي فاتت كانت صعبه علينا، ولكن قدرنا بالمجهود بالروح بالعزيمه بالمسانده الكبيره بتاعه الجمهور ان احنا ناخد بطوله الدوري. السنه دي بدايه من بدايه الحمد لله سوبر باداء مقنع جدا جدا، حوالي 60 او 65 دقيقه اداء مقنع للنادي الاهلي. الحقيقه في النهارده شكل محترم اتفرجنا عليه، ممكن يكون اللياقه البدنيه وعامل اللياقه البدنيه ما اسعفناش يعني لوقت يعني باقي الوقت، ولكن الاداء التكتيكي كان رائع جدا النهارده، الروح العاليه جدا من اللعيبه طبعا برضه ليها دور يا بلاي طبعا بشكل كبير جدا فيها. بشكل كبير قوي يعني، يعني انا لما اجي اغير وانا عايز اغير بلال انزل اسامه حسني مثلا، خد بالك ان انا النهارده مش قادر اغير بلال، خد بالك لكن بعمل كذا، هو ده اللي اثر على عليك في الناحيه الهجوميه في الشوط الثاني. النهارده انت بتغير اثنين سنتر باكس، فطبيعي جدا ان التغييرتين دول ممكن يكونوا في الحته الاماميه للتنشيط للتفعيل الهجومي مره ثانيه، ولكن انت غصب عنك اجبرت بالاصابات اللي موجوده. لكن عايز اقول قبل الاصابات انت النهارده 60 دقيقه اسلام بتقدم كره حديثه، كره قدم فعلا حديثه ما شفناهاش هنا في مصر بقى لنا زمن كبير جدا. ازاي بتشتغل في عمليه الضغط، ازاي بتتحول من الدفاع للهجوم، ازاي في وقت من الاوقات بتستحوذ على الكره، ازاي بتبني الهجمات، ودي كانت حاجه النهارده يعني افتقدناها فتره كبيره جدا في اداء النادي الاهلي. النهارده رجعت بشكل كبير جدا، وقلنا قبل المباراه يا كابتن لو تفتكر حضرتك قلنا ان المدير الفني اختار عشان هو عنده هو شاف الزمالك بيشتغل ازاي، وهو كان عنده رؤيه في المباراه دي تحديدا، مش بس المباريات كلها، المباراه دي تحديدا كان عنده رؤيه. النهارده قلنا بيلعب جونيور اجاي لانه عايز لعيب مش عايز محطه النهارده، مش فارق معايا يكون عنده محطه النهارده بيشتغل عليها، لا هو عنده الثلاثه اللي قدام بيشتغلوا بشكل رائع جدا، وده اللي حصل النهارده. جونيور اجاي واحد من افضل اللعيبه اللي موجودين النهارده في اللقاء، هم كلهم الحقيقه مميزين جدا لفترات طويله لطول ال 65 دقيقه، ولكن انا بعتبره من افضل الناس اللي موجوده النهارده كده. تحركات رائعه جدا، استلام تحت ضغط، النهارده سجل هدفين رائعين جدا جدا جدا، موجود بحضور ذهني رائع جدا في الملعب، فواضح ان النهارده برضو المدير الفني وفق النهارده في التشكيل بتاعه، وفق في اختيار اللاعبين، ودي حاجه مهمه جدا برضو يا كابتن لما النهارده يجي مدير فني ويوفق في اختيار اللاعبين بتوعه. النهارده لما يحط جونيور لما يحط خلي بالك يا بلال ده انت بتتكلم في 15 يوم، يعني هو الراجل مش فتره قليله جدا عشان يقدر يحط ايده على كل اللعيبه. ونقطة هو كمان هو محضر هذه المباراة من مباراة افريقيا، صح، بدليل شحات ما لعبش، صح، وجونيور ما لعبش، صح، ما لعبوش المباراة استنى، صح، تيجي تبدا بيهم ماتش زي ده اللي هو المفروض الاقوى. يعني اذا هو بيفكر 100%